ستة جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمك ايه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. وش تعالوا بالحين عندكم خيمة بعد كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص انا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخلص يا غبي. جريه محدش ما بيعينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخد لك كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطيني الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ لشغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. سيبوه! اوعى سيبوه!
سيبوهم سيبوهم. بسو كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.